مواليد برج الثور، شيء جميل قادم ليك وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأخبار ونعم بفضل الله تعالى. نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها بإذن الله تعالى. وبعد القراءة والاستخارة هنشوف رسالتك يا برج الثور بتقول لك إيه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف صورة الصفات، فضله ليس أمر أخواتي في الله. دعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شايفنا شايف في عندك غيوم، شايف في بعض الغيوم عندكم في حياتك، شايف في غيوم حواليك يا برج الثور. بس انت الفترة دي ابشركم ان انتم مبسوطين برضو، يعني شايف برضو ان انتم مبسوطين. هنا اول حاجة عندكم حظ في الحب، شايف ان انتم بتدهزوا نفسيكم او بتدهزوا لاشياء الاستقبال لخبر حلو. شايف هنا برضو في فرحة الحب، يعني شاف في فرح الحب كبير جدا. شاف هنا ممكن يكون رجوع لحبيب قديم، لأما في حب تستقبله، يعني في طاقة حب مفتوحة. وشاف هنا طاقة الحب ملهاش نهاية لأن في خير، وده بيدل على طاقة حب. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شاف هنا كمان هنا عندكم في غيمة سوداء، وده بيدل ان انتوا عندكم تفكير رهيب او تفكير 24 ساعة في بعض الهموم اللي انتوا شايلينها. يعني شايف الهموم دي معذباكم او تعباكم، يعني عاملة لكم شوية رجوع لورا. لكن انتم عندكم حظ كبير، عندكم حظ كبير الفترة اللي داية. بسم الله الكاشف. شايفين اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اقدر اقول لك ان في رسالة، يعني شايف الرسالة دي من شخص كبير في العمر، لكن هيديكم درس هتتعلموا منه أو هتتعلموا منه هذا الدرس. شايف هنا في خطوبة، يعني في استقبال أو مناسبة أو فرحة، يعني شايف خاتم قدام خطب، ممكن خاتم خطوبة أو زواج. في حاجات حلوة هتحصل قدامك أو معاك بفضل الله يا برج الثور. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في ابن انتوا بتطبطبوا عليها او منتظرين ابن. بس انتوا يا برج الثور عليكم حسد شديد، عين شديدة من اقرب مليكم، من اقرب الناس ليكم حاسدينكم، عين شديدة عليكم، يعني حسد شديد عليك. حاولوا تتخلصوا من هذا الحسد، واسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. يعني هما بيتكلموا عليك قوي، بيحسد. بسم الله الكاشف. بس شايف هنا في حد هتنور، يعني في كشف حقائق قدامي، هتكشف حقائق او هتكشف ناس على حقيقتها، يعني هتكشف حاجات كتيرة قدامك. شايف هنا الطاقة السلبية اللي عندكم هتحاولوا تتخلصوا منها، يعني بتحصين النفس وبتحصينك وبأذكار الصباح وأذكار المساء وبتتخلص من هذا الطاقة السلبية. وخلي بالكم من نفسيكم جيد. هنا شايف هنا في شوية تعب، يعني في بعض النوم المزعج، كسرة النوم، يعني شايف ان انتم خايفين من حاجة تحصل او في خوف موتركم او تعبكم. بسم الله الكاشف. شايف انتم هنا في محكمة او في حاجة هنا يعني هتحصل، او في حاجة ليها اكتر من فترة كبيرة يعني عايزين تاخدوا فيها القرار. شايف ان المحكمة دي تخص فلوس او تخص ورث او تخص حاجة. شايف هنا المحكمة دي تخص حداد. شايف هنا بسم الله الكاشف لكم مدة مستنيينها، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا خلي بالكم من وحدة ست، خلي بالكم من وحدة ست. الست دي بتتدخل ما بينكم وبين الشريك، يعني هي الست دي مش عايزاكم تكونوا سعداء، مش عايزاكم تكونوا مرتاحين، مش عايزاكم تكونوا مبسوطين، عايزة دايما مشاكل دايما نكد. هذا الاشي هذا الست، الست دي موجودة بتحاول تتدخل بينك وما بين الشريك، يعني شايفة الست دي خلي بالكم منها.
وما تعرفهاش اي حدا عنكم، لان انتم كويسين احكوا عكس اللي عندكم، لان عينها حاسدة شديدة على العين بتاعتها، وهي اصلا عايزة تخرب بيتكم، لان هي حياتها بايظة خالص، بس هي عايزة تبقى زي تبوظ حياتكم زيها. بسم الله الكاشف. شايف هنا في فتاة او فتاة مستنية خبر، انت مستنية خبر او مستنية حادث، يعني شايف الحادث تخص حياتك الشخصية، ان كانت دراسة او ان كان خبر متعلق بحياتك العاطفية، انت مستنية خبر. شايف الفترة دي مش عايزكم تاخدوا قرارات، عايزكم تراجعوا حساباتكم شوية، علشان هنا بسم الله الكاشف شايف النقطة اللي هتكون، شايف عندكم بداية حاولوا تستغلوها صح، يعني بلاش ان انتوا تفضلوا، يعني مش عايزكم تتكلموا عن حياتكم كتير، يعني خليكم تكونوا حريصين شوية، يعني مش كل كلمة بتقولوها خبي، خلي اللي في قلبك وفي عقلك ما يبقاش على لسانك على طول، كل شان اللي حواليكم مركزين عليكم، يعني دايما انتوا لازم تكون حياتكم محدودة شوية، شايف في التفكير شوية وفي الكلام، ما تحكيش كل اللي في قلبك يبقى على لسانك، مش كل شيء لازم تحكيه وتقوله. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين. كل احبابي في الله دعموا الفيديو باللايك، احبابي في الله. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الذي، شايف انا انت من شايف بس الغيمه حواليك، شايف في غيمه حواليك، بس في فرد باذن الله تعالى، في فرد، شايفنا في حد بحرف الميم مقاعد ومتربع، يعني شايف الشخص ده قاعد وما شاء الله عليه متحكم في مالكم، متحكم في حياتكم، هو ليه علاقة بالتحكم هذا الشخص، متحكم تحكم كبير في حياتكم. بسم الله الكاشف، شايف انها يكون في صراع او انتم بتصارعوا مع نفسيكم، شايف لان هنا عندكم مشكلة، يعني شايف مشكلة الحسد الشديدة برضو موجودة، شايف هنا انتوا في حاجة مستنيينها من حد يتصل بيكم، يبعتها لكم ثواب، يبعث لكم رسالة، انتوا منتظرين حاجة من حد. بسم الله الكاشف، شايف هنا انتوا خسرتوا حاجات كثيرة بسبب العند اللي عندكم، ما تعانيتش يا برد الصور، ما تعانيتش، يعني بلاش عناد، واهتموا بشؤونكم شوية، يعني اهتموا بحياتكم اكتر، يعني واكتر من ما انتوا من الاول، لان يعني انتوا بتبوظوا حاجات كتير، فخلي بالكم، لان العند بيخسركم كتير، العند بيخسرك. بسم الله الكاشف، شايف في توتر، لكن في هنا مواجهة قدامي، يعني في مواجهة، يعني هذا المواجهة بتدل ان انتوا واجهتوا صعوبات كتيرة في حياتكم، او هذا بتدل يعني على نهاية الصعوبات اللي مريتوا بيها او اللي في حياتكم. بسم الله الكاشف، شايف هنا في طيبة برضو في قلبكم يا برد الصور، الطيبة اللي في قلبكم دي تعباكم، يعني دايما بتقعدوا مع نفسكم بتقولوا يا ريتنا ما كنا طيبين للدرجة دي، عشان تعرفوا تاخدوا حقكم، لكن في نور حواليكم او نور في قلبكم ونور في وشكم ونور في حياتكم. بسم الله الكاشف، يعني بس انا شايف في حرف برضو الحروف دي، بسم الله الكاشف، خلي بالك هنا، شايف في حاجة، خلي بالك منها، خلي بالك من اللي حواليك، خلي بالك من اللي حواليك، بس انا شايف هنا برضو في زواج، يعني شايف في زواج قريب، او حد هنا عندكم هيتزوج، او حد هيتزوج قريب على قلبكم او قريب ليكم، حد يكون يعني هيتزوج في حد موجود في حياتكم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكاشف، شايف هنا برضو فراق ما بينك وما بين حد، شايف ان انتوا هتمشوا من المكان اللي انتوا فيه، او هتنتقلوا من مكان لمكان، هتنتقلوا من مكان لمكان، شايف هنا، بس خلي بالكم عشان في ناس مش كويسة
عايزة تبعدكم عن شغلكم، عايزة تفرقكم عن ناس انتوا بتحبوها او ناس بتحبكم، فعايزين يفرقوا ما بينكم. فخد بالك من اشخاص كتيرة، خدوا بالكم اخواتي في الله، خدوا بالكم وخدوا عينكم حواليكم اكتر، واهتموا بحياتكم اكتر، بدال الاخرين هم اللي بيهتموا بحياتكم، اهتم بحياتك اكتر. شايف في حب بعيد، حب بعيد بينك، يعني مش عارف توصل، مش عارف تاخد خطوة، شايفك مش عارف توصل ولا عارف تتكلم ولا عارف تاخد خطوة. بسم الله الكاشف. شايف في حب هنا للشريك، في حب في الشريك، لكن انتوا مش عارفين توصلوا. شايف هنا كان في انفصال، انفصال او في انفصال ما بينك وبين حد عزيز على قلبك بسبب سحر، بسبب سحر او مس عاشق. عشان شايف عندكم في منكم توتر وتعب وخنقة وضيق ومشاكل وعراكيل في حياتكم. بسم الله الكاشف. شايف ان انتوا سمعتوا خبر ضايقكم جدا، يعني الخبر ده ضايقكم. بسم الله الكاشف. اخلكم مخنوقين، يعني الوضع بتاعكم مش مفهوم. شايف هنا في امور مستقرة. بسم الله الكاشف. انا شايف في رزق برضو كبير داي لك برضو الصور، يعني الرزق ده هو اللي هيخليكم تتخطوا كل المشاكل اللي عندكم. يعني بس انتوا المشكلة اللي عندكم العيان، العيان. فان شاء الله باذن الله في فرحة قادمة ليك حلوة، يعني في ارض، يعني هذا الفرحة فرضا هتكون في ارض البيت نفسيه، يعني هتكون في منزلك. شايف ان في حد عندكم تعبان ورح يعمل عملية الايام دي، يعني حد تعبان او دايما بيتعب راح يعمل عملية هاي الايام. هذا الشخص ده نفسيته تعبانة او تعبان هكذا، بس راح يعمل عملية قريبا. بسم الله الكاشف. شايفنا برضو والله صل على سيدنا محمد. شايفكم متوترين، عندكم توتر كتير، يعني شايفكم انتم متوترين، في حاجات مش مفهومة مش متفسرة عندكم برضو. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. انا شايف برضو في طاقة هنا، الطاقة اللي عندكم نقدر نقول ان هي هيبقى فيها تعب او تعب نفسي او عندكم تعب نفسي، يعني ده بس. وبس انا شايف ان عندكم دعم حلو، شايف برضو في دعم حلو، في شيء قادم ليك وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأفراح ونعم. هناك أخبار جميلة بإذن الله تعالى، سيكون الفرح معجزة إن شاء الله. في بركة في الرزق، وشايف ترقية تخص عملك، وشايفنا برضو هتعصر على شيء مفقود بقاله شهور. شايف في قرار صح بتاخذه يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح رغم فعل الذي منتظره. شايف في شخص انت بتحبه بيزداد غلاوة عندك، تدوم محبتكم ان شاء الله. بس هنا في مواجهة مع غريب يريد ازاليك، لكن ربنا معاك وينصرك عليه بامر الله. شايف برضو ان انت ندمان على فضفضة قلته، وانت معك حق، خلي بالك من كلامك وبلاش تظهر اللي في عقلك ويبقى على لسانك. في مفاجأة حلوة غير متوقعة وهدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك. في هنا استلام وراء أوراق أو وثيقة حكومية شايفها مهمة تخص مجال العمل أو الرزق. بسم الله الكاشف. عندك أمور خير كبير بإذن الله تعالى. شايف أموال غير متوقعة قادمة ليك، ولديك بشرى وفرحة. في شخص نادم على فراقك، شخص نادم على فراقك، بس العيون مش سايباك في حالك. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف لعلاج الحسد بإذن الله تعالى، ونشوف رسالتكم بتقولكم ايه. وأكثر من قراءة سورة الصفات فضلا وليس أمرا، ادعم الفيديو في اللايك أحبابي بالله، ونشوف رسالتك بتقول لك ايه. فرج الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى، آمين يا رب العالمين.